أدت في الوطن وما في الوطن. تفضل. آلي قصيدة من آخر ما كتبت في الوطن. أسلم. والوطن يستحق منا الكثير. أسلم. الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل ابن تركي ابن عبد الله ابن محمد ابن سعود بذلوا المهج والأرواح والأنفس. أحسنت. قبل الأموال في سبيل توحيد المملكة العربية السعودية. صدقت. في 32 سنة صقر الجزيرة وحد هذه المملكة يعني الشاسعة الأطراف شبه القارة الممتدة شبه القارة كما تفضلت في 32 سنة. فكتبت قصائد كثيرة في الوطن ويستحق، لكن من آخر ما كتبت غنيت حبك باللحون على فمي، وبنيت صرح مودة لم يهدمي، وعشقت تربك من صبايا مرددا لحن الإخاء بروعة وترنمي، ويفيض شعرا في مداه مجددا وصل العهود بعثرة لم يكلمي. يا أيها الوطن الذي هو عزنا دار السعود منارة للمسلم، دار العقيدة أنجبت أبطالها أسد الشرى يوم الوغى والمغنم، وموحد كالصقر هب بظلمة عبد العزيز بفعل حر مقدم، فتداعت الأركان من جنباتها وأفاقت الأوطان عن شهم ضمي، يترقب الأمجاد من عزماته في غدوة أو روحة لم يسأم، حتى بنى بالعز أعظم دولة خفاقة في مجدها المتقدم، حتى سلمنا في عهود مليكنا سلمان فافخر بالمعزة وانتمي، وولي عهد بلادنا لمحمد شبل المليك بحقها وتكرمي، والله يكلأ بالرعاية أمننا ويرد كيد المعتدي والمجرم. يا سلام. يا سلام. صحة الدار. الله يسلمك. نذكر إخواننا المشاهدين والمشاهدات